بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالجزء الثاني من شابتر 10 اللي هو 10-2، والجزء الثاني من شابتر 10 كمان راح يكون مجزأ لجزئين إن شاء الله. نبدأ بمثال بسيط. خلينا نطلع هذا السؤال. In a circular 1 meter diameter pipe، إذا هذا عبارة عن بايب، القطر تبعه 1 متر. The flow depth، the flow depth، واتفقنا الفلو depth اللي هو y. Then this is the flow depth، والمسافة هذه diameter. Then the flow depth is 0.9. فلما أجي أطلع هاي الرسمة، المسافة من الكراون للإنفرت 1 متر، والفلو ديبث 0.9، معناته actually احنا بنحكي عن something similar to this. اذا بدنا هيك نكون متقيدين بواقع الرسمه اللي already موجوده عندي، فبكون actually هاي هي المسافه y، زي ما اتفقنا 0.9 زي احنا شايفين، اللي هي تقريبا المتبقي 1 في 10 من المتر فارغ. وبالتالي أول استنتاج إنه this is unpressurized flow، لأنه the flow depth does not reach أو the flow stage does not really reach the crown، وال depth of flow is less than the diameter of the pipe. ومرة تانية إحنا اتفقنا إنه ممكن نستخدم مصطلح sewer بدل pipe to indicate إنه this pipe is running under a partial، كلمة partial flow condition أو unpressurized flow condition. سؤال بيطرح نفسه إنه ليش y ما بتساوي d، يعني ليش y هذه أصغر من الديامتر؟ والسبب بسيط جدا، لأنه إذا افترضنا إنه الفلويد هو عبارة عن sewage أو waste water اللي هي مياه صرف صحي مجاري، والمجاري بيكون معها solid objects، وبالتالي ممكن يصير في عندي نوع من sediments، وهذه sediments بالنهاية راح تعبي الجزء اللي من تحت هذا عندي هنا، وبالتالي ممكن يصير في عندي تراكم، والتراكم أكيد راح يرفع بالنهاية منسوب المي، ولما يرفع منسوب المي بدك تكون أنت حاسب حساب إنه في عندي هذا الفراغ، بحيث لو ارتفعت y أكثر ما يوصل لل pressurized flow conditions. طبعاً إذا وصل الفلو في أنابيب المجاري لل pressurized conditions، ممكن يصير في عندي بالنهاية back flow، وقدرة التصريف للخط بتقل، وبصير في رجوع، يعني المجاري بصير تطلع من المانهولز. هذا الوضع اللي إحنا بنشوفه أصلاً في نابلس بفترة الشتاء، كيف غرف التفتيش أو المانهولز اللي بالشوارع كيف بتصير تطلع وترجع مجاري، وبتصير تفيض مي، ولأنه صار عندي pressurized conditions وقدرة التصريف للخط بتصير منخفضة بشكل كبير كتير. إذن ضمن هاي المعطيات المطلوب إنك توجد the cross-sectional area of the flow، the wetted perimeter، the hydraulic radius، the top width، هاي top width B capital letter، وإذا بدي أجي أطلع عليها على الماب على الشكل هذا هو top width، تمام؟ أو في رسمتنا الواقعية أكثر هذا هو top width، تمام؟ hydraulic depth اللي هو D، واتفقنا D بتساوي the cross sectional area of the flow على top width. طبعا إذا كان البايب أو السور ممتلئ للآخر، معناته Y بتساوي D. طب كم بده يكون بهاي الحالة the top width؟ أكيد راح تحكي مباشرة 0 والجواب غلط. إذا كان Y بساوي D فالtop width هو عبارة عن الديامتر. Then just keep that in mind. وكمان آخر شيء اللي هو أهم شيء بالمناسبة، رقم 6. If the pipe has a manning coefficient of 0.013 and a slope of 1%,
then what is the flow rate؟ معناته إذا هو أنت بدك تعمل application ل Manning equation، خلينا نشوف إذا نعرف نكتبها هنا في البن هذا. إذا Q بيساوي 1 على N في A في R هو 2 بجذر ال S. فبتلاحظوا أول شيء هاي السلوب 1%، ومرة تانية يعوض بهذا الشكل، وال N هي 0.013. This is a standard value بالمناسبة لل PVC، وحيانا بسموه UPVC pipes، واللي هو ال pipe اللي لونه كرميدي بيستخدموه المواد الشرجية، وهذا ال N Manning coefficient تبعه. فصفى عندي the cross sectional area of the flow، وتعطى زي ما احنا شايفين بهذه العلاقة، وعندي the hydraulic radius ويعطى بهذه العلاقة هنا اللي هو بهذا الشكل، سوري هيك، والوتد بيريميتر يعطى بهذا الشكل. إذا في البداية بدك you need to find the cross sectional area of the flow، وأهم بارامتر موجود في هاي المجموعة من القوانين اللي هو ثيتا. فبتلاحظ هاي عندي هون ثيتا كمان ثيتا، هذا بالنسبة للاريا اوف ذا فلو. الويتد بيرميتر المحيط المبلل هاي كمان في عندي ثيتا هون. الهيدروليك راديوس اللي هو عبارة عن الاريا على الويتد بيرميتر، يعني هاي الكمية على هاي الكمية، مرة تانية بتلاحظ في عندي كمان ثيتا وكمان ثيتا اوريدي موجود عندي. ولما نطلع على التوب ويدث في عندي كمان ثيتا، وضمنيا ال A وال B اصلا اوريدي فيهم ثيتا. فاذا اهم بارامتر دائما انه نحاول نوجد قيمته لما نتعامل مع السيركولر كونديوتس، ممكن نسميها السيركولر سيورز، السيركولر شانل فلو. احنا اتفقنا في البدايه انه هذا كمان منطبق عليه the channel flow condition، open channel flow conditions. إذا لازم نوجد قيمة ثيتا، و عشان نقدر نوجد قيمة ثيتا we need to readjust the equation. اوكي إذا y 0.9 d 1 إذا لازم نوجد النسبة y على d. بعدين في عندي علاقة بتربط ما بين ال y وما بين ال d، وموجودة في الجدول اللي في 10.1. please go لهاي العلاقة وحاول شوفها، و and then you can find the value of theta. إذا رجعنا مرة تانية لهذا الشكل y 0.9 دي 1 approaching الواي approaching قريبة كثيرة من دي، معناته احنا اتفقنا انه الدورة الكاملة 360 درجة، يعني 360 ضرب باي على 180 عشان نحولها لراديانز زي ما حكينا برضو المرة الماضية او زي ما كان مكتوب في الجدول، وبالتالي بيكون عندي 2 باي دورة كاملة. هذا أقل من 2 باي بشوية، الباي تقريبا 3.14، فهذا 2 باي معناته 6.2. فإذا ثيتا approaching somehow النسبة هاي 2 باي، وإذا يعني بدنا نوجدها بالديجريز، معناته ما بتلزمني هون، لكن just for you بتكون 286. إذا once you found ثيتا، مرة ثانية بترجع للعلاقة اللي بتعطيني ثيتا واللي موجودة في 10.1، then you can find the cross-sectional area of the flow. ثيتا مرة تانية بنعوض قيمتها 5، هاي 5 هذه just you put it بهذا المكان، minus sign الخمسة، والدي اللي هو الواحد هاي already 1/8 على 8، and then you get a value of 0.744 for the cross-sectional area of the flow. بتصير هذه المساحة إذا أجينا نعملها
تظليل بهذا الشكل هي عبارة عن 0.74 square meters. بالنسبة للوتد بيريميتر حسب الشكل هذا، هاي الوتد بيريميتر لأنه منسوب المي زي ما اتفقنا بهذا الشكل، وحكيت أنا بعشرة واحد إنه ثيتا هي عبارة عن الزاوية من المركز center وخط من المركز نصف القطر هذا R لآخر نقطة فيها تماس ما بين السطح الداخلي للبايب وما بين سطح المي وكمان آخر نقطة تماس. فإذا كأنه صار في عندي هاي خط بهذا الشكل وخط بهذا الشكل وهذا already theta. I think هذا حكيناه بعشر واحد. فبصير أنا عندي حسب هذا الشكل this is the hydraulic radius. نشوف إذا نختار لون آخر، ممكن نختار لون أزرق. وبصير هذا هو الوتد بيرميتر كل هذا الطول. فهذا الطول يعطى بالعلاقة R ثيتا أو D على 2 ثيتا، وبالتالي بيطلع عندي الوتد بيرميتر 5 في 1 على 2 بيطلع عندي 2.5. لما نيجي نقسم 0.74 على 2.5 اللي هي الوتد بيرميتر بيطلع عندي the hydraulic radius تقريبا 0.3. إذا صار عندي الآن الهايدروليك radius معلوم وصارت عندي الأريا معلومة، N is given with the slope of the seawall كيف أنت ميل البايب برضو كمان given. إذا بقدر أعرف كم مقدار ال actual flow rate، إذا this is the actual flow rate. حكيت كلمة actual flow rate لأنه this is the flow rate corresponds to the value of y، هاي ال y، وال y هو what you see in reality in terms of the depth of flow. أنا مش حاسب هنا قيمة the flow rate، لكن actually you can easy after this find that. هذا إن شاء الله كمان اليوم بحضر حل يدوي لمثال آخر بأرقام مختلفة، وبالتالي also you can really see how to do that from scratch. By this الجزء الأول من 10-2 بيكون انتهى، وإن شاء الله الجزء الثاني ببدأ فيه مباشرة وبرفعه على الموقع immediately.